السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد ممدوح عبد الباري، مدرس أمراض البطن والكلى بجامعة المنصورة، وهكلمكم النهاردة عن تأثير المكملات والبروتينات الصناعية ومشروبات الطاقة على الصحة عموما، يعني وخاصة صحة الكلى. هنتكلم النهاردة عن المنشطات أو الأنابوليك سترويدز، عن الكرياتين والبروتين اللي هو الكرياتين مونوهيدريت، عن أنظمة الدايت المعتمدة على كميات عالية من البروتين زي الكيتو دايت، عن المالتي فيتامينز اللي الناس بتاخدها دايما في الجيم وبره الجيم، وعن مشروبات الطاقة أو الإنرجي درينك اللي بقت سوق كبير جدا في مصر وغيرها من البلاد في العالم. خلونا نتفق في البداية إن الإيفيدنس أحيانا بيبقى ضعيف، وفي الحالات ديت إحنا بنرجع للأساس بتاع العلم، الأساس بتاع المادة ديت، هل هي مضرة ولا هل هي نافعة؟ وأحيانا غياب الدليل على ضرر المادة ديت ما بيبقاش دليل إن المادة دي مش مضرة، يعني absence of evidence of harm is not equal to no harm. أول حاجة هنتكلم عنها النهاردة هي الأنابوليك سترويدز أو المنشطات. زي ما احنا شايفين المنشطات دي في الغالب بتتاخد حقن، في الغالب بتحتوي على مادة التستوستيرون، والحقيقة إن الأبيوز بتاعها شائع عكس ما كنت أنا متخيل. مثلا يعني في أحد الدراسات مثلا من السويد، 75% من الناس اللي هم البروفيشنال البادي بيلدرز، الناس اللي هم المحترفين اللي بيدخلوا مسابقات، بيستخدموا منشطات. ومش بس كده، لا ده 25% تقريبا من الناس اللي هم بيروحوا الجيم عشان بس يحسوا ان هم شكلهم كويس بيستخدموا منشطات. التأثير المنشطات دي على الغدد الصماء تأثير مثبت ومعروف، سواء ان كان العقم او ان هي بتعمل تسدي عند الرجال، او ان كان زيادة الدهون، او ان كان تأثيرها على الكبد، او ان كان حتى تأثيرها على المخ والأعصاب. فيعني دي صورة كده مثلا، ده يعني هو جسمه من بره كويس جدا، جسمه من بره فيه عضلات، لكن من جوه الأجهزة بتاع الجسم كلها متأثرة، عنده ممكن يكون عنده irritability، عنده مشاكل ان هو متعصب كتير، عنده مود swing، لخبطة في المود بتاعه، حب الشباب بيزيد شوية، القلب طبعا والأوعية الدموية مشاكل كبيرة جدا، التسدي عند الرجال، العقم، ضعف القدرة الجنسية، تأثير على هشاشة العظام. فدي دي كلها يعني آثار جانبية معروفة للمنشطات أو الأنابوليك سترويدز اللي هي بيتم تعاطيها. طيب هل في تأثير واضح على الكلى؟ الحقيقة احنا عندنا الكيس سيريس دي اتنشرت في 2010 في الجيسن اللي هي الجورنال اوف امريكان سوسايتي اوف نفرولوجي، ودي احد المجلات المحترمة، على ان هم خدوا تقريبا 10 بادي بيلدرز وشافوا تأثير المنشطات دي عليهم. ليهم ان الناس دي ظهر عندها حاجه اسمها فوكال سيجمنتال جلوميرولوسكليروسس. يعني ايه جلوميرولوسكليروسس او اسكليروسس في الكلى؟ لو احنا شايفين ده على الشمال، دي الكلى، دي الجزء من الجلوميولاي او الوحده الوظيفيه في الكلى، دي الطبيعي، ده الشكل الطبيعي بتاعه. انما على الشمال هنا ده الشكل المش طبيعي، حصل سكار هنا خلاص في الجزء ده من الكلى، فالجزء ده يعتبر مش شكل. الدراسه دي او الكيس سيريز دي اتعملت على 10 بادي بيلدرز، البي ام اي بتاعهم زي ما احنا شايفين 35. طبعا البي ام اي في الانسان الطبيعي المفروض ان هو مثلا حوالين ال 25، ف 35 ده كتله كبيره جدا من الجسم بيستخدموا منشطات لفتره طويله. الناس دي كانت جايه بايه؟ كانت جايه بزلال في البول، الزلال ده المتوسط بتاعه كان 10 جرام، الطبيعي ان ما يبقاش فيه عندنا بروتين في البول او بكميه قليله جدا جدا يعني. الناس دي كانت كمان جايه برينال انسفشنسي، الكرياتينين بتاعهم وظيفه الكلى بتاعتهم كانت عاليه، اتاخد لهم عينه من الكلى، 9 منهم تقريبا طلعوا اف اس جي اس، وطلع فيهم زياده في حجم اللايف في واحد منهم. لو احنا شايفين هنا ده الكرياتينين اللي كانوا جايين بيها، نلاقي ان احد يعني واحد منهم مثلا كان جايب كرياتينين 7.8، الكرياتينين الطبيعي المفروض ان هو مثلا يعني هنقول لغايه 1.2، ماشي، دول كلهم تقريبا جايين بكرياتينين اعلى من الطبيعي، جايين ب 24 اور يوناني بروتين اعلى من الطبيعي، المفروض ان هو ما يوصلش الجرامات دي، المفروض ان هو مثلا 150 ملي جرام في الاقل. ده لو احنا شايفين بالجرام، في واحد هنا وصل 18 جرام بروتين، ده تقريبا يعني مثلا 1000 مره قد الانسان الطبيعي ولا حاجه. الحقيقه ان اغلب الاستاذ ما بقاش فيها صور، لكن اللي كان مميز في الكيس سيريز دي ان ده صوره واحد منهم، يعني ده البيشنت رقم واحد، ده الاندكس كيس، وهو وافق ان الصوره بتاعته تنشر. زي ما احنا شايفين يعني طبعا من بره كتله عضليه ممتازه، جسم شكله ممشوق القوام، وطبعا يطلع يقول للناس انا كل ده طبيعي.
ماشي. طيب هم الناس دي ظهر عندهم ارتفاع في وظائف الكلى وارتفاع في الزلال في البول مع استخدام المنشطات دي، طب مش يمكن تكون المنشطات مش هي السبب يعني يكون حاجة تانية؟ الحقيقة احنا عندنا الكيرف اللطيف ده، الناس دي وقفت المنشطات هنا، بدأ ان الكرياتينين ينزل، بدأ ان الزلال في البول ينزل، واحد منهم اعتقد او اتنين قال لك لا طب احنا عاوزين نرجع المنشطات دي نشوف ايه اللي هيحصل، رجع المنشطات هنا رجعت وظائف الكلى تعلى تاني، رجع الزلال يعلى تاني. فمعنى كده ان في علاقه واضحه بين استخدام المنشطات وبين اللي حصل لهم ده. على الشمال هنا ده الجلوميرولايدين، الوحده الوظيفيه في الكلى، جزء من النفرون يعني جزء من الوحده الوظيفيه اللي بيتم فيها فلتره الدم. ده على الشمال تلاقوا اللي شكلها كويس جدا ومفتوحه والاوعيه الدمويه بتاعتها بتقوم بشكل كويس، على ده على الشمال. هنا على اليمين هنلاقي الجزء البنك ده زاد قوي جوه الجلوميرولاي، بدات ان هي يحصل فيها اسكودروز، بدا يحصل فيها فايبروز او تليف في جزء من الايه من الجلوميرولايدين. كمان بيحصل لهم ان لو ده الحجم الطبيعي مثلا بتاع الوحده الوظيفيه في الكلى، لا حجمها بيزيد بالشكل الكبير ده عشان بتحاول ان هي يعني زي تكافئ او تعادل الزياده الكبيره اللي حصلت في الكتله العضليه بتاعتهم. وطبعا ده بيبقى نوع من الادابتيشن في الاول، بيبقى يعني الجسم بيحاول يعني يتكيف مع الوضع، لكن مع الوقت طبعا الادابتيشن ده بيقلب لمال ادابتيف وبيقلب لمخاطر، وزي ده اللي بيؤدي لحدوث ما يعرف بالفوكال سيجمنتال جلوميرولوسكلروزيس اللي ليه اسباب قد تكون برايمري، اسباب يعني مبدئيه في مشكله اصلا في الكلى، او الاسباب الثانيه ان زي في حاله في الحالات بتاعتنا دي واحد قاعد ياخد منشطات خلت جسمه مثلا كان وزنه 70 كيلو بقى وزنه 130 كيلو، الكلى المفروض ان هي تشتغل على وزن 70 كيلو بقى قصاد دلوقتي وزن 130 كيلو، ده كله تحميل زياده عليها بتحاول تقوم بوظيفتها مش عارفه، الزلال في البول يزيد يحصل الفوكال سيجمنتال جلوميرولوسكلروزيس، وده بالمناسبه بيحصل برضو مع حالات السمنه المفرطه. العينين اللي في الدراسه بتاعتنا من حسن حظهم ان هم وقفوا المنشطات، بدات الكلى تتحسن تاني وبدا الزلال في البول يقل، لكن غيرهم مش لازم يكون الحظ بتاعه حسن لهذه الدرجة وممكن يوصل للفشل الكلوي. زي الحالة دي مثلا، ديت كيس ريبورت اتنشرت في المجلة الإيطالية عن فوكال سيجمنتال كولابسينج جلوميرولوسكلروزيس بعد أنابوليك سترويد. ده برضو فوكال سيجمنتال يعني تليف حصل في الكلى، وهو من أسوأ الأنواع الموجودة اللي بنسميه كولابسينج فاريانت، وهو البادي بيلدر ده وصل إن هو لمرحلة من الفشل الكلوي. في الحالة ديت هم عملوا له تحليل جيني، لقوا ان في يعني زي جين ميوتيشن او طفره في احد الجينات، الطفره دي قد تكون حفزت الـ ان هو يظهر عنده الفوكال سيجمنتال جلوميرولوسكلروزيس. طبعا احنا ما بنعملش تحليل جينيه، يعني مش كلنا بنعمل، ما يعني احنا قد يكون عندنا طفرات جينيه احنا ما نعرفش عنها حاجه. فانت بتقابل مثلا مدرب على الجيم او بتقابل مثلا صديق يقول لك لا 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 الحاجات دي امنه، انا باخدها بقالي 5 سنين وبعمل تشيك اب كل شهر 2 والامور عندي كويسه التحليل بتاعتي مظبوطه. هل معنى كده ان انت لو انت خدتها مش هيحصل لك مشاكل؟ لا، الحقيقه ان احيانا الحاجات دي ليها ضرر، لكن احيانا بعض الناس هيظهر عندهم الضرر ده بشكل كبير، لان قد يكون ان مثلا هو عنده طفره جينيه معينه يجي المحفز ده واستخدام الحاجات دي يظهر عنده حاجه اصلا ما كانتش واضحه قبل كده ويمكن ما كانش يتعرض ليها في حياته. عندنا برضو جورنال ارتكل يعني على الاندستيج يورينال ديزيز في برضو عيان بادي بيلدر، ده زي ما احنا شايفين 27 سنه يعني صغير جدا في السن، جايب وظائف كلى 8.5، كرياتينين 8.5 اللي احنا قلنا الطبيعي بتاعنا تقريبا حوالي 1، يعني ده اكتر 8 اضعاف من الطبيعي، جايب برضو ارتفاع في نسبه الزلال في البول اكتر من 0.5 جرام، جايب ارتفاع في اليوريا واليوريك اسيد. طيب الولد ده برضو مش سموكر، مش مدخن، كان في الخدمه العسكريه من 9 سنين، يعني عامل تشيك اب كامل كان كل حاجه زي الفل، اكتف بادي بيلدرز بقاله 5 سنين، بيلعب كمال اجسام بقاله 5 سنين منتظم فيها ومنتظم على برنامج مكثف. تعالوا نشوف الحاجات اللي كان بياخدها. طبعا بياخد بروتين بكميات كبيره اكتر من 2 جرام بر كيلو جرام، بياخد جلوتامين، بياخد تورين، بياخد كافيين. خلونا نتكلم على التورين والكافيين ده لما نتكلم على مشروبات الطاقه، بس يعني خليكم فاكرين الاسماء بتاعتهم. وبياخد منشطات اللي هي الانابوليك سترويد، بياخد تستوستيرون، وبياخد حاجه تانية بتعمل فات بيرنينج دراج يعني،
كمان نقطة هنا برضو إن مصادر الحاجات دي مش معروفة، المنشطات مش مصرح ببيعها في السوق، ما ينفعش تتاخد غير لما دكتور يكتبها، وما ينفعش تتاخد منك لنفسك، لكن بعض الناس بيجيبوها بطريقة أو بأخرى. فمهم هنا إن إحنا نعرف المصدر اللي أنت بتاخد منه الحاجة دي، لأن حتى لو الحاجة دي مضرة بنسبة مثلا 10% 20% 50%، أنت رايح تاخدها من مكان مجهول المصدر، فأنت مش عارف إيه اللي محطوط فيه. يعني دايما بقول هي المشكلة مش في اللي مكتوب على العلبة، مش في اللي مكتوب على البنفلت، المشكلة في اللي مش مكتوب. الشاب اللي عنده 27 سنة ده خد عينة من الكلى، العينة من الكلى طلعت ان 10 من كل 12 غلوميولاي خلاص بقوا فيهم يعني فايبروزس او تليف، وصل للمرحلة الأخيرة من الفشل الكلوي. طيب هل الكلى بس اللي بتتأثر؟ لا طبعا، يعني تقريبا أجهزة الجسم كلها زي ما احنا شفنا في تاني صورة بتتأثر. عندنا ده برضو كيس ريبورت، ده شاب 30 سنة برضو جاله ديزنيا والإكزيرشن، يعني بدأ بقى يحس بنهجان ويحس ان هو يعني عنده أنكشس شوية، عنده قلق شوية وتوتر وكده، وبياخد منشطات، بيعمل أشعة على القلب، لقى كفاءة عضلة القلب 20%. كفاءة عضلة القلب دي المفروض ان هي مثلا تبقى يعني حوالين 60%، وده كان برضو بسبب المنشطات. وقف المنشطات، اتعالج، خد العلاج بتاعه، وكان اتحسن على العلاج الحمد لله. خلاص خلصنا قصة المنشطات، عرفنا ان المنشطات مضرة 100%. طيب ايه تاني موجود عندنا في السوق، او ايه تاني ممكن الشباب بياخدوه حاليا؟ الكرياتين. الكرياتين مونوهيدريت ده من اشهر الفورمولاز اللي موجودة اللي الشباب بياخدوها عشان تقوية العضلات. طبعا احنا عندنا حاجتين، عندنا الكرياتين وعندنا الواي بروتين او البروتين. الكرياتين بيزود اكتر يعني كفاءة العضلة، استهلاكها للأكسجين، تحملها للريزيستنس، تحملها للتمرين اللي بتتعمل. يعني الحقيقة يعني التفرقة مش مهمة قوي، لكن احيانا الكرياتين بيتاخد تقريبا بعد التمرين، البروتين بيتاخد قبل التمرين، البروتين بيستخدم اكتر في تضخيم العضلات، لكن الكرياتين هو في الاصل يعني بروتين. ماشي، الكرياتين ده موجود فين؟ موجود احنا في السمك اللي احنا بناكله، في اللحمه اللي احنا بناكلها، في منتجات الالبان، لكن كل الحاجات دي بتدينا كرياتين قد ايه في اليوم؟ بتدينا حوالي 2 جرام كرياتين. الكرياتين سبلمنتيشن دي بقت مشهوره جدا في كل لاعبي كمال الاجسام، لان هي بتزود المصل ماس، بتزود القوه بتاع العضلات، بتخليه يعني بعد الاكسرسايز الريكفري بتاعه اللي هو التعافي بتاعه يكون اسرع. بيستخدموها تقريبا بجرعات ممكن تبدأ بلودينج دوز، جرعة كبيرة حوالي 20 جرام في اليوم، وبعدين تبدأ الجرعة دي تقل لغاية 10 جرام في اليوم، ممكن ل 5 جرام في اليوم. الكرياتين ده في أنسجة الجسم بتاعتنا بتحول لي كرياتينين، والكرياتينين ده الكلى هي اللي بتفرزه. الكرياتين كمان احيانا لو اتاخد بكميات كبيرة ممكن يكون الفورمالدهايد. الفورمالدهايد ده احد المنتجات اللي بتنتج من عملية الميتابوليزم كمان بتاعة الكحوليات. الميتفورمالدهايد ده يعتبر سام للجسم بتاعنا. طيب يبقى احنا عندنا السيرم كرياتينين اللي احنا اصلا بنقيسه عشان نشوف كفاءة يعني احد الدلالات على كفاءة الكلى بتاعتنا ان احنا نشوف وظائف الكلى، اشهر حاجة فيها السيرم كرياتينين. السيرم كرياتينين ده هيجي منين؟ طبعا المصل بتاعتنا، العضلات بتاعتنا بتخرج بتصنع كرياتينين. ماشي، البروتين انتيك اللي احنا بناخده خاصة اللحوم فيه كرياتينين، والدايتري سبلمنتيشن اللي زي الكرياتين مثلا، الحاجات دي كلها بتزود السيرم كرياتينين في الجسم بتاعنا، وبعدين بيبدا يخرج عن طريق الجهاز الهضمي، وعن طريق الايه؟ عن طريق الكلى، عن طريق الترشح في الكلى، وعن طريق ممكن اعاده الامتصاص. طيب هل الكرياتين يعني بالضروره مضر؟ الحقيقه احنا عندنا الاستادي دي اتعملت على نشوف الكرياتين سبلمنتيشن ده هيأثر على وظائف الكلى في الناس ولا لا لفترة من الزمن. والحقيقة ان هم لهم ان استخدام الكرياتين تقريبا لحوالي 3 شهور ما كانش مؤثر على وظائف الكلى في الناس دول. وخلي بالكم برضو تاني، الناس دول healthy individual، الناس دول اصحاء، عملوا تشيك اب كامل، ما فيش ضغط، ما فيش سكر، ما فيش كلى، ما فيش زلال، ما فيش اي حاجة من الحاجات دي. لكن الاسيدز تقريبا احنا قلنا بياخدوا تقريبا من 20 جرام كرياتين في اليوم، بيبداوا ايه؟ بيبداوا يقللوا. بيبقى ليه ممكن بعض الاثار الجانبيه، لكن الحقيقه مش كتيره. طيب الحقيقه ان الاستادز الكبيره مش موجوده،
لكن عندنا بعض الحالات اللي هي الكيس ريبورت، اللي هي زي واحد مثلا لقى حالة حاجة مثلا مش بتحصل كتير فبلغ عنها. زي مثلا أول حالة اتبلغت إن الكرياتين ده عمل مشكلة في الكلى كان 1998، ده عيان كان عنده مشكلة في الكلى قبل كده، خد كرياتين حوالي 15 جرام في اليوم في أول أسبوع، وبعدين بدأ يقلل ل 2 جرام في اليوم لمدة 7 أسابيع. اللي حصل إن وظائف الكلى بتاعته نزلت بشكل كبير. عندنا برضو بعض الدراسات اللي قارنت بين المجموعة تاخد مثلا كرياتين ومجموعة مش هتاخد ومجموعة تانية تاخد هاي بروتين دايت، والحقيقة ما كانش فيه اختلاف كتير بين اللي خدوا كرياتين وبين اللي ما خدوش. لكن عندنا كيس ريبورت تانية حصل لها انترستيشن نفرايتس. انترستيشن نفرايتس ده عارفين زي مثلا اما واحد ياخد دواء ويحصل له حساسية على الجلد، يحصل له هرش، يحصل له حكة على الجلد. الانترستيشن نفرايتس تعتبر يعني تعتبر هايبر سنسيتيفيتي رياكشن بيحصل جوه الايه، جوه الكلى. يعني هو زي حساسيه بتحصل في الكلى. اشهر الاسباب اللي بتعملها هي الادويه مثلا، سواء المضادات الحيويه او الحاجات دي. فالعيان ده كان بياخد كرياتين، جه المستشفى بوظائف كلى عاليه، زلال في البول عالي، خد عينه من الكلى لقى ان في انترستيشن نفرايتس، وقف الكرياتين، اتحسنت وظائف الكلى بتاعته. في برضه 7 دراسات تقريبا شافوا الكرياتين في البادي بيلدر ولقوا ان ليه علاقة شوية بالتدهور بتاع وظائف الكلى. وأكتر الحاجات اللي الكرياتين أثر بيها على الكلى كانت الانترستيشن نفرايتس اللي هي حساسية ممكن تكون حصلت منه، والأكيوت تيوبولار نيكروزس. طيب هل الكرياتين كده يبقى يعني سيف آمن مفيش ليه أي مشكلة؟ إحنا قلنا إن هو يعتبر بشكل عام آمن، لكن في نقطة هنا إن استهلاك البروتين نفسه بكميات كبيرة وطبعا داخل فيه الكرياتين قد يكون لي أثار سلبية على الصحة بتاعتك، وقد يكون لي أثار سلبية على الكلى بتاعتك، فهو مش مفضل في النوع ده. ماشي، ليه بقى يعني؟ طيب عشان نلخص، الكرياتين الأول احنا قلنا ان هو جنرالي سيف، يعني في العموم هو آمن، لكن خلي بالك ان البروتين اللي انت بتاخده ده هيخليك عندك بوزيتيف نيتروجين بالانس، هيخليك عندك يعني ارتفاع في النيتروجين في الجسم اللي هو ممكن يأثر على حمضية الدم لو انت عندك مثلا مشكلة في الكلى. خلي بالك ان انت قبل ما تاخده تعمل تحليل سيرم كرياتينين، تعمل تحليل بول، تعمل حاجة اسمها ألبيومين على كرياتين ريشيو او قياس نسبة الزلال في البول، لان الحاجات دي كلها لو عندك فيهم مشاكل الكرياتين هيبقى ضار بالنسبة لك، او زيادة كمية البروتين نفسها كمان هتبقى ضار. بعد كده ما تاخدش كميات كبيرة، وخلي بالك، خلي بالك مرة واثنين وثلاثة، ان احيانا المصدر نفسه بيفرق، لان احيانا الكرياتين ده ما بيبقاش بيور، بيخلطوا اي حاجة، بيضربوا اي حاجة. اسعار الكرياتين اللي مثلا موجود على مصادر موثوقة مثلا على امازون مثلا ولا حاجة معدي ممكن 1500 جنيه، 2000 جنيه. في انواع تانية هتلاقيها بتتباع باسعار كتير اقل من كده، وممكن تكون مجهولة المصدر. فدايما خلي بالك المشكله مش في اللي مكتوب على العلبه، المشكله في اللي مش مكتوب. ماشي، طبعا احنا عندنا برضو الواي بروتين، وهو هنتكلم على هل زياده كميه البروتين اللي احنا بناخدها هل ليها تاثير على الكلى ولا لا. طبعا الواي بروتين ده مثلا ال 30 جرام منه اللي هي المعلقه فيها قد ايه جرام بروتين؟ فيها 24 جرام بروتين. احنا عندنا مثلا اللحمه الواحد يعني الأربعة جرام من اللحمة بدون واحد جرام من البروتين، فدي تقريبا المعلقة فيها قد تقريبا 100 جرام من اللحمة، قد حتة كويسة يعني من الايه، من اللحمة. طيب ده بيقودنا للنقطة الثانية اللي هو البروتين الزيادة. الدايتس اللي بتعتمد على البروتين زي الكيتو دايت، زي القرطاي، زي يعني بدون اسماء معينه، في دايتس كتيره جدا في مشهوره والناس بتكتبها على الفيسبوك وبتبدا تتابع منها نفسها، مش حتى مع حد بتاع تغذيه متخصص، وياخدوا يمشوا على دايت معين ويعملوا تحاليل وحد يقول له خد مش عارف ايه وخد ايه وهكذا، يعني فيتامينات او كده. فهنتكلم على هل البروتين العالي ده ممكن يعمل مشكله في الكلى. احنا الحقيقه عندنا الريفيو ارتكل ده في الجيسن في الجورنال اوف امريكان سوسايتي اوف نفرولوجي، وفي 2020 كان بيتكلم على الايفكت بتاع الهاي بروتين دايت على الكيدني هيلث ولونجيفيتي، اللي هو تاثير الـ الانظمه الغذائيه المعتمده على بروتين عالي على صحه الكلى، وعلى ان الكلى تفضل يعني معانا فتره طويله، ويعني
بصحة كويسة. فكل الكيتوجينيك دايت أو كل الدايتس المعتمدة على القصة دي معتمدة على فكرة إيه؟ إن إحنا هنقلل الكرب، هنزود الفات، هنزود البروتين. طبعا هو يعني عشان كده جه الاسم بتاع الكيتو دايت، لان هو بيقعد يزود الفات لغايه ما يدخل في حاجه اسمها كيتوزيس، فيبدا عنده كيتون بادز في الجسم بتاعه. طيب البروتين اللي بتاخد هنا قد ايه؟ يعني بياخده تقريبا لغايه 2 جرام بر كيلو جرام بروتين بير داي، وده يعتبر يعني هاي ليفل من البروتين. الحاجات دي بدات ان هي تنتشر بشكل كبير جدا. ليه؟ لان هي بقول لك طبعا هي تاثيرها على الوزن سريع، وده ودي حاجه مفيش دي حاجه فيها اتفاق، ماشي. وعند بعض الناس اللي عندهم مثلا مشاكل في السكر ولا حاجه، والسكر بتاعه مش منتظم مع سمنه، فممكن لو التزم بالكيتو دايت ولا حاجه يلاقي السكر بتاعه بدا يتظبط، ويلاقي الوزن بتاعه بدا يتظبط. لكن الحقيقه ان الدراسات الكبيره ما لقتش فايده كبيره لو انت هقارن الدايت ده بدايت تاني. هو لو انت هقارن ان انت تعمل كيتو دايت ولا تفضل مثلا البي ام اي مثلا بتاعك فوق 35 او الوزن بتاعك مثلا فوق 120 130، لا الكيتو دايت طبعا هيبقى هنا مفيد، ان انت بتقارن اصلا بحاله هي غير صحيه تماما، ماشي. انما لو انت هتقارن مثلا الكيتو دايت بحاجه زي الداش دايت مثلا او الدايت المتوازن، لا انا بصراحه هبقى ميال اكتر للداش دايت. المشكله ان الكيتو دايت احيانا بيحصل معاه بعض الاثار الجانبيه اللي ما بتحصلش مثلا مع الدايت المتوازن اللي هو معتمد، هنتكلم عنه بعد شويه. الاثار الجانبيه ديت زي ايه؟ زي مثلا ارتفاع الدهون، نقص الفيتامينات والمعادن، او الارهاق المستمر. طبعا ارتفاع الدهون يعني بعض الناس بتروج للاسف على الانترنت او على الفيسبوك، او اصل بناء على كلام الباحثه الفلانيه اللي هي دكتوره امراض القلب ومش عارف ايه، عامله دراسه بتقول لا 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 يا جماعه ان الدهون دي مش مشكله طالما دي دهون طبيعيه، وطالما دي دهون يعني مش صناعيه فما تقلقوش خالص، عادي ال دي ال بتاعك يعلى، كوليسترول يعلى، ما يعني مش مشكله خالص. الحقيقه هو في هنا صح وغلط. ايه الصح؟ الصح ان الدهون الطبيعيه احسن جدا 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 من الدهون الصناعيه. الدهون الصناعيه مضره بشكل يعني الى اقصى مدى. لكن الغلط هنا ان لا، مفيش حاجه اسمها الهايبر ليبيديميا مش مضره، مفيش حاجه اسمها ارتفاع نسبه الدهون في الجسم مش مضره. الاتش دي ال مثلا ده مفيد، انما ال ال دي ال او الكوليسترول او ال دي ال كوليسترول، الحاجات دي ارتفاعها في الجسم هيزود الاثروسكلروزس وهيزود الانفلاميشن على التشو. وده مش كلامي، ده كل تقريبا الجايد لاينز بتتكلم على كده. اي مريض سكر، اي مريض ضغط، اي مريض قلب هتلاقوا فيه يعني بيستخدم الليفر لورنج ثيرابي اغلبهم، وفي تارجت الليفر لورنج ثيرابي، في رقم ان انت المفروض لو لقيت ال ال دي ال عنده تدي العيان ده مثلا اتروفاستاتين او زوفاستاتين او اي حاجه من الحاجات دي. فدي حاجه يعني في عليها محل اتفاق. الاراء الفرديه مش هنتكلم عنها في الحلقه بتاعتنا النهارده، او يعني لان الاراء الفرديه متشعبه، انت ممكن تلاقي راي الواحد وراي تاني الواحد، وممكن واحد ياخد استادي تخدم التوجه بتاعه ويلغي مثلا 10 استادز بيعكسوا التوجه بتاعه. المشكله الثانيه اللي ممكن تحصل مع الكيتو دايت مثلا حاجه زي الفيتامين او المينرال ديفيشنسي. المشكله ان احنا اغلب المعادن واغلب الفيتامينات بناخدها من الخضروات وبناخدها من الفواكه، وللاسف الكيتو دايت مش بس بيمنع الكارب اللي هو السيء، لا هو بيمنع اي كارب حتى في الفاكهه يمنعه، ماشي. الحاجه الثانيه كمان ان هو ممكن يكون معاه انخفاض في السكر شويه، فيعمل ايه؟ يعمل زي هبوط مثلا. احنا عندنا دليل ان ارتفاع يعني تناول البروتين بكميات عالية جدا لفترات طويلة قد يضر بالكلى، خاصة لو فيها مشكلة، وأحيانا لو مفيش فيها مشكلة. عشان كده مثلا الناس اللي عندهم قصور في الكلى، لا بنقول لهم يا جماعة، كل الجايد لاينز تقريبا بتقول يا جماعة اعملوا ريستريكشن للبروتين، البروتين بتاعكم يبقى 1 جرام بر كيلو جرام بر داي فأقل، ماشي. الحقيقة يعني برضو في انيمال ستادز، او الحقيقة برضو في ان السورس نفسه بتاع البروتين هيفرق. يعني احيانا الانيمال بروتين اللي هو جزء من اغلب الكيتوجينيك دايت بيزود يعني ظهور القصور الكلوي. طيب انا عاوز دايت متوازن، ايه الدايت المتوازن اللي انت بتتكلم عنه؟ الدايت المتوازن اللي انا بتكلم عنه اللي هو اللي في الصوره ده. انت دلوقتي ده الطبق بتاعك بتاع كل وجبه، او استهلاكك مثلا في اليوم، المفروض ان الطبق بتاعك بتاع كل وجبه يبقى نصه على الاقل خضروات وفواكه. زي ما هنشوف الخضروات هنا، الفيجيتابلز هنا واخده يعني تقريبا اكتر من الفواكه واكتر من اي حاجه تانية. الفروتس بقول لك
كل فاكهة من جميع الألوان ومن جميع الأشكال. ماشي. طبعا لو انت عندك السكر ولا حاجة بقت طبعا عن ايه الفاكهة المعامل السكري بتاعها عالي، فده يعني الكلام ده للناس بصفة عامة. ماشي. استخدم زيوت صحية، اشرب مية كويس، استخدم بقوليات كاملة، يعني بدل ما تستخدم مثلا العيش الفينو مثلا ولا حاجة، العيش السن ممكن يكون أحسن. مثلا ممكن تستخدم البسطة لو في هول جرين بسطة بدل مثلا الايه الرز الأبيض. استخدم هيلسي بروتين. هيلسي بروتين يعني ايه؟ يعني بروتين مثلا هم حددوه من الأسماك، من الفراخ، من البقوليات. قال لك قلل اللحمة شوية، قلل الجبن شوية، ابعد طبعا عن البروتين المصنع اللي هي حاجات بقى زي البسطرمة والحاجات دي. طبعا ايه دي ده نوع سيء جدا من الايه من البروتين. فده الدايت المتوازن لو انت عاوز دايت متوازن. ايه البروتين اللي انا المفروض اخده في اليوم قد ايه؟ المفروض لو انت حد ما بتعملش مجهود كبير يعني 1 جرام بير كيلو جرام بير دي هيبقى كافي بالنسبة لك. طيب لو انت يعني بتعمل مجهود بقى كبير يعني ممكن توصل لغايه 1.5 جرام 2 جرام، ده الماكسيمم بتاعك. وانا افضل ان انت يعني ايه ما تعديش 1.5 جرام بكل جرام بالجاي. طبعا في كالكوليترز كتير على النت تقدر تحسب بيها البروتين اللي في الاكل بتاعك قد ايه. ماشي. طيب ليه البروتين ده يعني ممكن يعمل مشكله في الكلى؟ ليه زياده البروتين اللي انا باخده ممكن تاثر على الكلى؟ لو احنا شفنا هنا على الشمال ده يعني زي قطاع طولي في الكلى. ماشي. هناخد القطاع الطولي ده ونكبره، هنلاقي هنا النفرون او الوحدة الوظيفية في الكلى، ده الجونيولاي. هنا الجزء ده اللي بيحصل فيه الايه؟ بيحصل فيه الترشح بتاع الدم بتاعنا. زي ما احنا شايفين هنلاقي داخل منه يعني داخل ليه بلاد فيسل اسمه الافرنت، وطالع منه بلاد فيسل تاني اسمه الافرنت. هناخد القطاع ده وهنشوفه بقى تحت الميكروسكوب، هنلاقي ان احنا عندنا حاجة اسمها بيزمنت ممبرين، عندنا غشاء، الغشاء ده عليه حاجات اسمها البودوسايتس، وتحته حاجه اسمها الاندوثيليوم. الثلاث حاجات دول مع البيزمنت ممبرين بيعملوا زي ايه؟ ده المصفى بتاعه الكلى، ده اللي بيمنع ان البروتين بتاعنا ينزل في البول، لان لو جسمنا فقد كميات كبيره من البروتين في البول احنا يعني هنتصفى، هنلاقي الالبيومين بتاعنا قليل جدا، جسمنا هيورم، هندخل في مشاكل من التغذيه. ايه اللي بيحصل لما انت تاخد بقى كميات عاليه جدا من البروتين؟ اللي بيحصل ان الهاي بروتين انتيك ده بيعمل يعني فازو دايليتيشن، بيعمل اتساع في الافرنت ارتريول، الدم اللي واصل للكلى ده هيزيد. طب ما يزيد ايه المشكله؟ حاجه كويسه؟ لا الحقيقه ده مش حاجه كويسه ولا حاجه، الحقيقه ده ما هيزيد هيزود الضغط جوه الجلوميرولاي، يعني هيزود الضغط جوه. انت دلوقتي مثلا جاي لك ماسوره ميه مثلا، فانت فتحت القطر بتاعها كان 5 خليته 10 والدم مندفع طبعا، فزودت الضغط في المكان اللي هي الجرنولاي اللي واصل فيه كل الايه كل الدم ده. طب اما يزيد الضغط هنا ايه اللي هيحصل؟ اما يزيد الضغط هنا يحصل حاجه بنسميها هايبر فلتريشن. الهايبر فلتريشن ده ان الكلى بدل ما كانت مثلا بترشح نسبه معينه من الدم، لا معدل الترشيح بتاعها يزيد قوي. طب ايه اللي هيحصل لما معدل الترشيح يزيد؟ اللي هيحصل لما معدل الترشيح يزيد البروتين اللي في البول كمان هيزيد شويه. البروتين اللي في البول اللي هيزيد شويه ده هيأثر على الكلى وممكن يأثر على الجلوميرولاي بتاعتنا، فيدخل المريض في دايره مغلقه. اللي حصل ان انا خدت كميات عاليه جدا من البروتين دي لفترات طويله قوي، يعني ده عمل اتساع في الشرايين اللي راحه للكلى، زود الضغط جوه الكلى، خلى الكلى تعمل هايبر فلتريشن. خلي بالك ان في المرحله دي الهايبر فلتريشن دي لو انا عملت سيروم كرياتينين مش هلاقيها عالي، لو انا عملت وظائف كلى مش هلاقيها عاليه، ده بالعكس هلاقيها قليله، لان الكلى قاعده تخرج اكتر، قاعده تعمل فلتريشن ترشح اكتر من الطبيعي. لكن ده طبعا بيبقى على حساب الكلى، انت هنا بترهق الكلى. ماشي. ده ممكن مع الوقت يعمل دامج للجلوميرولاي اللي هي الوحده الوظيفيه دي. لو العيان ده عنده بقى كمان ريسك فاكتور للسيكي دي، عنده مشكله تخليه مثلا عنده قصور كلوي، ده هيزود الوضع ده. فطبعا لما يحصل دامج في الجلوميرولاي او يعني تاثير عليها، ده هيخلي ان نفقد كمان حاجات من الوحده الوظيفيه. بعد ما كانت مثلا عندك 1,000,000 وحده وظيفيه شغاله في الكلى اليمين مثلا، لا بقوا مثلا 900,000. فمع الوقت فده برضو اما احنا مثلا نفقد 10% مثلا من النفرونز اللي شغاله، التحميل على 90% التانيين هيزيد. فما التحميل يزيد الا يحصل اكتر تاني، يحصل هايبر فلتريشن اكتر، وهكذا ان الكلى بتحاول تعوض فبتزود الشغل بتاعها، فده بيجي على يعني عليها على المدى الطويل. الحاجه الثانيه كمان ان
استهلاك البروتين الزيادة بيزود تكوين الحصوات، ودي خاصة كمان لو الحصوات ده مثلا من نوع اليوريك أسيد. الحاجة الأخيرة كمان إن المصدر بتاع البروتين ممكن يفرق شوية. البروتين من المصادر النباتية أخف شوية على الكلى، أخف في الارتباط بأن هو مع الفشل الكلوي. حتى الناس اللي عندهم قصور مزمن في الكلى بنقول لهم اعتمد أكتر على البروتين اللي جاي من المصادر النباتية. البروتين اللي جاي من المصادر الحيوانية بيزود الحمضية بتاعة الدم أكتر، بيزود الفوسفات عندك أكتر، بيأثر على حاجة اسمها الميكروبيوتا في الجسم أو الـ يعني البكتيريا النافعة والضارة في الجسم، التوازن بينه. فإذا باختصار خالص، الكيتو دايت أو الدايت المعتمد على البروتين استخدمه لكن لفترة قليلة، عشان لو أنت عندك سمنة مثلا أو عندك سكر مش مظبوط مع سمنة وعاوز سكرك ينزل، استخدمه تحت إشراف طبيب. اعمل سيروم كرياتينين واعمل تحليل بول واعمل قلب من كرياتين ريشيو قبل ما تبدأ في دايت معتمد على كميات عالية جدا من البروتين، وما تخليهوش لايف ستايل، يعني استخدمه لفترة اوصل بيه لهدف معين، بعد كده اقلب دايت متوازن مع الرياضة ان شاء الله تحافظ على وزن مثالي. طيب الحاجة التانية اللي معانا هي الفيتامينات او المالتي فيتامينز. طبعا المالتي فيتامينز يعني انا برضو ما كنتش اعرف كده، لكن عرفت مع الوقت ان الناس اللي هم بيروحوا الجيم كتير بيضربوا حقن فيتامينات. وطبعا عندنا بعض الناس التانية طبعا في البيوت اللي ممكن ايه تسف الحقن دي او الفيتامينات دي باعتبار ان هي يعني ايه مية يعني. فاحنا عندنا برضو دي تعتبر كيس ريبورت برضو، يعني زي ما قلنا هي حالة منشورة في الكيدني انترناشنال، في احد يعني من افضل المجلات في مجال الكلى، عن فشل كلوي في بادي بيلدر برضو واحد بتاع كمال اجسام. زي ما احنا شايفين هنا تحس ان هو يعني ايه خلاص، يعني الجسم من بره ما شاء الله زي الفل، لكن الكلى بتاعته كانت في الحقيقة بالوضع ده. فده شاب 22 سنة جت طوارئ بزي ترجيع ووجع في بطنه في آخر 5 أيام. بالفحص الظاهري بتاعه كان كويس جدا، شكله بالعكس مسكولر يعني وهاي توند فيزيك، يعني راجل عضلات يعني. الميديكال هيستوري بتاعه كان ان هو بيقول ان هو بيحقن مادة عشان تزود كفاءة العضلات في آخر 2 سنين، وانه حصل له حصوة كده في الحالب من سنة وعدت الحمد لله. طبعا قصة المواد اللي بتتحقن في العضلات ديت قصة، يعني غير ان هم بيحقنوا زيت او ساينوسول زي يعني زي الصوره دي مثلا، ده صوره واحد برضو كان بيحقن كده، وهتلاقوا طبعا ترندات بقى على التيك توك وترندات على الفيسبوك. للاسف ان احنا بنخلي للناس دي تاخد شعبيه ويجي لها فلوس فتحس ان هي مشهوره، وهي بتضرب نفسها، يعني هي بتضرب نفسها وبتضرب جسمها. طبعا انا بتكلم هنا على حقن الايه، حقن الزيت في العضلات والحاجات دي، طبعا بيبقى باين جدا، يعني عمر ما فيش بني ادم هيوصل للشكل ده بشكل طبيعي يعني. طيب للعيان بتاعنا اللي هو 22 سنة، يعني اللي هو كان شباب وبعدين بقى الوقت عيان يعني بسبب الحاجات اللي قاعد يضربها في الجيم الحقن، جايب أنيميا على هيموجلوبين 7.8، جايب كرياتينين 8.6، يعني عالي جدا طبعا، جايب كالسيوم عالي. خد عينة من الكلى، العينة من الكلى طلعت حاجة اسمها انترستيشال فايبروز تيوبولار اتروفي، تليف في الكلى. التليف ده كان سببه ايه؟ كان سببه ان البي قاعد يضرب حقن فيتامين د في الجيم ضمن الفيتامينات اللي بتضرب. وطبعا دي الاشعه المقطعيه بتاعته في حصوات طبعا في الكلى، فحصل له تكلس في الكلى نتيجه تسمم فيتامين د. انا كنت استغرب الحاله دي الحقيقه، يعني لو قالوا لي ان ده بيضرب فيتامين د وجيم وبتاع، لكن احنا يعني كتجربه شخصيه او يعني حاله احنا شفناها، الكلام ده كانت جت عندنا الجامعة من اعتقد من حوالي يمكن 3 سنين قبل ما سافر ايطاليا ولا حاجة. شاب برضو كان يمكن في العشرينات، مفيش تاريخ مرضي قبل كده، جاي بقصور حد في وظائف الكلى مش عارفين السبب ايه، خدنا عينة من الكلى طلع برضو تكلس نفس النتيجة دي تقريبا، نيفروكالسينوزيس. اما سألنا على الادوية اللي بياخدها، كان بياخد حقن كده، حقن زيت فيها تقريبا بقى مخلوطة بفيتامين د وحقن فيتامينات، فنفس القصة للأسف. والشاب ده حاليا يعني دخل في فشل كلوي وقتها واحتاج غسيل يعني، والحقيقة ما عرفش الوقت يعني وصل ليه. أتمنى أنه يكون صحة أفضل أو يكون مثلا لها متبرع وزرع الكلى ولا حاجة. طبعا برضو كان بياخدها عشان يكبر العضلات بتاعته، شاب يعني كنت تشوفه هو داخل كان كويس جدا. المشكلة مش في إيه، المشكلة يعني المشكلة في المشكلة إن أنا لقيت يعني
مكتبه مثلا مالتي فيتامين انجكشن، ان في على النت حاجات حقن بتتباع لتسمين المواشي، لتسمين العجول، وده الحاجات دي فيها فيتامينات برضو. فانا مش عارف هل هم ممكن بياخدوا الحاجات دي، وهنعرف في الكارثه لو هم كانوا بعضهم كانوا بياخدوها، لان طبعا في جيمات تحت بير السلم، وفي حقن احيانا المدربين يقول لك خد الحقنه دي ده انا جايبها لك، انا ده حاجه يعني بتجيب من الاخر. المهم نعرف احنا جسمنا محتاج فيتامينات قد ايه في اليوم. فمثلا من فيتامين ايه احنا محتاجين تقريبا 5000 وحده، من فيتامين د محتاجين تقريبا 400 وحده، من فيتامين مثلا ايه محتاجين تقريبا 15 وحده. ماشي، اغلب الناس اللي يعني اللي هي بتاكل غذاء متوازن، يعني من اوسط ما ياكله المصريين، يعني في الغالب مش محتاجه اصلا فيتامينات. طيب انا هاخد فيتامينات يا دكتور، اصلا ما بعرفش استغنى عنها، وانا عندي السكر، او انا عندي ضعف في الامتصاص، او انا ما باكلش كويس او بتاع. طيب هتاخد اي فيتامينات؟ يبقى اقرا البامفلت اللي عليها، ما تزودش عن احتياجك اليومي في اي يوم من الايام، ده باعتبار انت ما بتاخدش اصلا الفيتامينات دي من اي مصدر تاني. المشكله بقى في الحاجات اللي هي اللي على اليمين دي، ان احنا نلاقي مثلا ايه كل ملي واحد منهم فيهم تقريبا 25000 وحده مثلا من فيتامين د 3، اللي هو قد احتياجك اليومي تقريبا 50 مره. فانت متخيل الفرق اللي انت بتاخده؟ مثلا فيتامين الف مثلا ده 5000، ده 50000، برضه نفس الايه 10000 مره تقريبا. فخلي بالك لو انت هتاخد فيتامينات ما تزودش عن احتياجك اليومي باي شكل من الاشكال، الا لو انت عندك عملت تحليل بقى للفيتامين ده ولقيته ناقص. ماشي، طبعا النصيحه دي للناس كلها، حتى الناس كبار السن اللي بياخدوا فيتامينات، ما تاخدش كميات كبيره، ودايما اقرا الفيتامينات ديت عليها قد ايه، وهل ديت تنفع لحالتك ولا لا، وما تاخدش مالتي فيتامينز من اكتر من سورس. تلاقي مثلا واحد بياخد مالتي فيتامين باسم شركه معينه، وبالليل مالتي فيتامين باسم شركه ثانيه، وهكذا. ف زي ما قلنا ان الفيتامينات سواء فيتامين اي او دي او اي، الحاجات دي الاويل كومباوند اللي فيها، طبعا الحاجات دي كلها مركبات زيتيه، الفيتامينات دي برضو ممكن تعمل جرانيولوما وتزود الكالسيوم، ممكن تاثر على العظم بتاعنا، ممكن تعمل نيفروكالسينوزس زي ما شفنا في الحلقه اللي فاتت. طيب اخر حاجه معانا النهارده هي مشروبات الطاقه. مشروبات الطاقه غزت الاسواق بشكل غير طبيعي، بدات ان هي تبقى منتشره جدا، اللي هي الانرجي درينك. تقريبا اول انرجي درينك، اول مشروب للطاقه العالم عرفه، كان في سنه 1949 في الولايات المتحده، كان اسمه دكتور انوف، وزي ما احنا شايفين هنا اللي هو مكتوب عليه ايه انرجي بوستر، اللي هو بيحفز الطاقه بتاعتك لاقصى حد يعني. وطبعا الحاجه الثانيه ريتش ان فيتامينز، يعني ده بيديك الفيتامينات بتاعتك بتاع اليوم. بعد كده طبعا الماركت ده بدا ينتشر حوالين العالم، لغايه ما طبعا انطلاق اشهر يعني انرجي درينك في العالم كله هو الريد بول في 1997. الاستهلاك السنوي لمشروبات الطاقه في 2013 تجاوز حوالي 6 بليون لتر في العالم، او تقريبا في 160 بلد في العالم، وده كان في 2013، لكن الماركت كل سنه عن سنه بيزيد. فانا عاوزكم تتخيلوا بس حجم الدعايه اللي بتصرف، حجم الماركتنج، حجم الفلوس اللي داخله في الصناعه دي. اما جيت اكتب مثلا مشروبات الطاقه في مصر، دي تقريبا الصور اللي طلعت لي، يعني تقريبا عشرات المنتجات باسماء مختلفه. المفروض مشروبات الطاقه دي معموله عشان تديك حاجه اسمها انرجي بوست، تزود تحفز الطاقه عندك يعني. فعشان كده اغلبهم هتلاقيه معتمد على الكافيين. تقريبا الكان الواحد مثلا من الريد بول بيديك تقريبا كافيين زي 140 مللي من القهوه، بس احنا طبعا القهوه ممكن مثلا يعني دول زي تقريبا 3 فناجين او فنجان. لكن المشكله ان بدات بعض التخوفات على هل الحاجات دي امنه فعلا ولا لا. طبعا المصنعين بيقولوا ان الحاجات دي امنه ومناسبه لكل الاعمار وجميله، ما عدا طبعا الايه الاطفال يعني. المشكله اللي حصلت في السنين الاخيره ان شركات التصنيع غيرت التوجه بتاعها، من بدل التركيز على الرياضيين، لا، لو ان الرياضيين دول سوق قليل شويه، فاحنا نركز على ايه، على الناس الشباب اليونج بيبل، ومش بس الشباب، احنا نوصل للتينيجر اللي هم المراهقين من اول 12 سنه كده ولا حاجه لغايه السن بتاع الايه بتاع الجامعه وبعد الجامعه. وبداوا ان هم ينزلوا حملات اعلانيه للشباب دول. انا يعني تقريبا ممكن مثلا خلال الشهر اللي فات قابلت حملتين ثلاثه ماشيين في مناطق تجمع للشباب والمراهقين. تقريبا تلتين الناس اللي بتستهلك مشروبات الطاقه ديت، والاحصائيات دي طبعا من امريكا، اللي احنا ما عندناش احصائيات قويه، كانوا تقريبا
من 13 ل 35، يعني لغايه 13 سنه بيشربوا، ويمكن اقل من 13 سنه، لو انت رحت طبعا السوبر ماركت مش هيقول لك انت عندك كام سنه. وده يعني الحقيقه في يعني الماركتنج اوف ايفل. انا مش بقول ان الانرجي درينك يعني ايفل، لكن بقول ان الماركتنج لو اتعمل بشكل جذاب ممكن يبيع لك الايفل ده او اي ايفل في الدنيا، سواء كان على مستوى الايدياز او على مستوى البرودكتس، يعني سواء في الافكار او سواء في المنتجات، يبيع لك الحاجه اللي هي ايفل من جوه، اللي هي شريره من جوه، اللي هي سيئه جدا من جوه، يقدمها لك في صوره تفاحه لطيفه جميله، حاجه تحس ان هي يعني احتياجك اصلا فيها او انت لازم تروح لها. طيب عشان نفهم عن مشروبات الطاقه ديت محتاجين نشوف المكونات اللي مكتوب عليها. المكونات اللي مكتوب عليها اشهرها هم الكافيين، التورين، السكر، الجرانه، وده برضو انا عرفتها يعني لما كنت بجهز البرزنتيشن ده، ومكتوب عليها ان هي طبعا ايه نوت ريكومندد، مش موصى بيها للاطفال، للحوامل، للمرضعات، الناس اللي عندهم حساسيه من الكافيين. ماشي. طيب تعالوا ناخد المكونات ديت واحد ورا الثاني ونشوف. طبعا ده برضو الانجريدينت اللي مكتوبه دي، من مثلا على الشمال ده الريد بول، على اليمين ده تقريبا ستينج او حاجه، وهي مفيش اختلافات كبيره، يعني ده تقريبا في سكر 27 جرام، ده في سكر تقريبا 15 جرام لكل 100 مللي، فلو هي مثلا 250 مللي فانت بتاخد تقريبا 37 جرام في اليوم سكر بس. فيها صوديوم طبعا، وده الناس برضو ما تاخدش بالها لما بنقول للمريض مثلا قلل الملح في الاكل بتاعك. السوفت درينك اللي هي كولا، البيبسي، الحاجات دي، والانرجي درينك فيها كميات عاليه جدا من الصود، كميات عاليه جدا من الصوديوم طبعا، يعني عشان كده حطينا شويه فيتامينات يعني ايه عشان برضو نغذي بيها. ده برضو بقى احد المكونات لاحد الشركات برضو، نفس الكلام ونفس الكومبوزيشن. طيب الكافيين تقريبا هو اشهر حاجه نعرفها من الحاجات اللي احنا قلنا عليها اللي فاتت دي. فالكافيين ده، الكافيين احنا عارفين ان هو دي ماده كيميائيه موجوده في المخ بتاعنا بتعمل تحفيز لخلايا المخ بتاعنا. من الحاجات برضو اللي كانت يعني انترستنج ان حتى في امريكا المصنع مش مطالب ان هو يكتب كميه الكافيين ده على الاكل، هو بيكتب تحتها بس only for a nutrients. يعني الـ FDA بتقول ان الهاي ليفل بتاع الكافيين اعلى حاجه تاخدها من الكافيين في اليوم 400 جرام في اليوم. تقريبا لو انت شربت مثلا كام من الانرجي درينك هتبقى تقريبا وصلت النص الرقم ده، يعتبر انت مش هتاخد كافيين خالص في اليوم بتاعك. حد يقول لي طب ما الكافيين، هو الكافيين مفيد، يعني ايه المشكله في الكافيين؟ ما هو الكافيين اصلا في القهوه، والقهوه في دراسات بتقول في السنين الاخيره ان هي مفيده. بس القهوه ما فيش فيها كافيين، بس القهوه فيها كمان مضادات اكسده، فيها مضادات اكسده حتى يمكن اكتر من بعض الفواكه والخضروات، فهي القهوه مش بس كافيين. طيب الكافيين الكتير ده هل ممكن يعمل لك مشكله؟ احيانا ممكن يعمل لك مشكله لو انت كترت من الكافيين ده، حتى من القهوه ممكن يعمل لك مشكله، ممكن يعمل لك يخلي ضربات القلب بتاعتك سريعه شويه، يخلي عندك زي رعشه في الايد كده، ممكن احيانا يجيب لك احساس بالقيء او الترجيع، ممكن احيانا يجيب لك زي بانيك اتاك، زي نوبات هلع، ممكن يخليك متوتر اكتر، ممكن يخليك عندك ارق شويه، ممكن يخليك عندك زي تريمورز، زي اهتزاز كده في الايد. وفي الجرعات الكبيره الكافيين ممكن يشتغل كانه هو مدير البول في الناس مثلا الكبار في السن ولا حاجه، ممكن يدخلهم في زي جفاف. طيب ده بالنسبه للكافيين. دايما كل تقريبا مشروبات الطاقه تلاقوا فيها حاجه تانية اللي هي التورين. التورين ده امينو اسيد، يعني حاجه زي بروتين كده موجود، يعني موجود برضو في اللبن، في اللحمه، في السمك، بس بكميات قليله. طبعا هو الامينو اسيد ده موجود في المخ بتاعنا بيشتغل كانه هو نيورو ترانسميتر، كانه هو الناقل عصبي. طب ليه بيحطوا التورين مع الكافيين؟ الحقيقه ان الخلطه ديت لما اتعملت، الخلطه دي بتخلي الـ يعني التحفيز بتاع الكافيين يزيد اكتر، بتخلي يعني استهلاكك من او يعني تاثير الكافيين على جسمك يزيد اكتر. وهنا برضو ده قد يعكس جزء من الخطوره، لان لما التورين بيتحط مع الكافيين زي ما انت بتاخد الاثار الكويسه من الكافيين او الاثار يعني الايجابيه بالنسبه لك اللي هو تركيز وكذا، زي ما انت تاخد برضو الاثار السلبيه بشكل اكبر، زي زياده ضربات القلب، زي مثلا ارتفاع الضغط، زي الايه اللي ممكن يحصل طبعا عند ناس، مش عند كل الناس يعني، الناس اللي سنسيتيف للكافيين بس، لكن ضربات القلب ممكن تزيد عند ناس كتير. طيب مش بس كده، المشروبات الطاقه دي في معاها حاجه اسمها الايه، اسمها الجرانه. الجرانه ديت
كل الانرجي درينك تقريبا فيهم الهيربال ده. ده مادة عشبية بتنتج يعني بتتزرع في امريكا الجنوبية. تقريبا البذور بتاعتها من 4-5% منها فيها كافيين او فيها كافيين كونتنت. يعني البذور بتاع القهوة نفسها فيها تقريبا كافيين 1-2%. وبرضو هنا ايه مش معروف الجرانة ديت قد ايه في كل انرجي درينك. لو احنا شفنا مثلا الانرجي درينك مش مكتوب اكتب لك فات شوجر كربوهيدرات فايبر بروتين مش عارف، انما ما تقدرش تعرف المكونات بالظبط قد ايه. فهي دي المشكله، ان الجرانه دي مثلا فيها كميه عاليه من الكافيين، وانت برضو مش معروف، انا مش معروف اذا كانت داخله في الحسبه بتاعتنا بتاع الكافيين ولا لا. مش بس كده، عندنا ايه، عندنا تاني من المكونات السكر. الانرجي درينك ديت فيها كميه عاليه جدا من السكر. السكر المفروض المسموح به عندنا في الجايد لاينز يعني او في الارشادات بتاع المنظمات العلميه، ان السكر بتاعنا يكون اللي هتاخده في اليوم 25 جرام تقريبا، ماشي ل 36 جرام. ده يعني 25 جرام في الستات، 36 جرام في الرجاله، وطبعا يقل طبعا لو انت عندك سكر او سمنه او كذا. طيب دي كان الواحد فيه تقريبا 37.5 جرام سكر. هو انت يعني لو انت خدته فانت خدت تقريبا اكتر من حكايه اليوم كده، هتقعد بقى طول اليوم مفيش اي حاجه فيها سكر خالص. وطبعا السكر موجود في حاجات كتير من غير ما احنا نعرف يعني. يعني لو مثلا لو انت جبت اي حاجه معلبه هتلاقي فيها نسبه سكر. لو انت طبعا اكلت شربت مثلا كوبايه شاي، شربت عصير، فيها نسبه سكر. المشكله كمان ان السكر اللي هو في السوفت درينك او في الانرجي درينك ده هو بيسموه empty calories، يعني هي سعرات حرارية بلا أي قيمة غذائية. أنت لو أنت مثلا يعني بتاكلت تفاحة أو كلت مثلا صابع موز هتاخد سعرات حرارية، بس السعرات الحرارية ديت معاها قيمة غذائية تانية، في فيتامينات، في معادن، في فايبرز، في حاجات زي كده، إنما ده سكر، سكر بيور. إيه اللي بيحصل لما إحنا بناخد كميات كبيرة من السكر؟ ودي أكيد أنتوا عارفينها. أول ما بتاخد السكر بيحصل إن الدوبامين بتاعك يزيد أوي. ماشي، السكر بيزود الدوبامين، ده يخلي عندك احساس كده يعني جميل. طيب جرب كده تاخد مثلا حته جاتوه او مثلا شوكولاته او كده، تحس ان انت بقيت مبسوط وانت بتتذوقها حتى يعني. ماشي، لكن المشكله بعد كده بيحصل ايه؟ بيحصل كراش. الطاقه اللي كانت عاليه قوي فوق في السما دي تنزل، فتحس ان انت عندك ايه بقى، الطاقه بتاعتك بدات تقل، التركيز بتاعك بدا يضعف شويه. فايه الحل؟ نروح ناخد سكر تاني، نروح ناخد جاتو تاني، او نروح ناخد شوكولاته تاني، او نشرب طبعا انرجي درينك تاني. ده طبعا يعني سحر كمان. ده مش هيبقى بس انت عندك كريفنج للسكر، ده انت هيبقى عندك السكر كمان مأثر عليك، الكافيين كمان مأثر عليك، التورين كمان مأثر عليك، الجرانه كمان مأثره عليك. فانت خدت المشروب بتاعك، عليت التركيز بتاعك لشكل كبير جدا، عليت الدوبامين في جسمك، بقيت مبسوط، هوب بعدها مثلا بحوالي ساعه خلاص التركيز راح، انا ما عدتش مركز، ما عدتش مبسوط، حاسس ان انا بقيت دايخ، حاسس ان انا عاوز انام، خد اللي بعده وهكذا. فطبعا لو انت خدت سكر كتير، السكر ده يعني طبعا هيزود حب الشباب، هيزود يعني خطوره ان يحصل لك سكر لا قدر الله، هيرفع الضغط بتاعك، تسوس الاسنان، هيزود السمنه. فالسكر طبعا هياثر على الجسم بتاعك. الحاجه برضو اللي احنا يعني زي ما قلنا عليها، اللي هي مش المشكله كبيره كمان في اللي احنا عارفينه، المشكله الاكبر في اللي احنا ما نعرفوش. الانجريدينت مثلا بتاع الانرجي درينك اللي مكتوب عليها ايه؟ مكتوب عليها ان فيها اسيديتي ريجوليتور، حاجه بتنظم الحموضيه، هي ايه الله اعلم. مكتوب عليها ان في حاجه بريزرفاتيف، مواد حافظه، هي ايه برضو الله اعلم. مكتوب عليها ان في حاجه سينثيتك فود كلر، حاجه بتديها اللون الاحمر والاخضر والاصفر والازرق والحاجات دي، وادت فليفر برضو يعني مكسبات نكهه وطعم ولون ورائحه. الحاجات دي ايه التركيب بتاعهم بالظبط، ايه التاثير بتاعهم على الجسم، حتى الان مش معروف. طبعا هيقولوا ان الحاجات دي مصرح بيها ومش مصرح بيها، لكن احنا يعني كلها حاجات غير طبيعيه. طيب هل عندنا بعض الحالات اللي يعني انتشرت عن ان المشروبات الطاقه دي عملت مشكله؟ الحقيقه عندنا مثلا الحاله دي اتنشرت في 2020 عن سيده عندها 62 سنه، جايه زي ضعف في العضلات، جايه بكونفيوجن، يعني جايه يعني فيها تغير في الوعي، بسبب ان هي كانت اسرفت في شرب المشروبات الطاقه. المشكله ان هي كانت جايه بقصور حاد في الكلى وقصور حاد في الكبد، جايب اكيوت كيدني انجري واكيوت هيباتايتس. فدي حاله برضو يعني اتنشرت.
في حالة تانية اتنشرت في 2014 عن ان برضو ده راجل المرة دي عنده 40 سنة ما بياخدش كحوليات، جايب وظائف كلى عالية 5.5، وكان بيشرب كل يوم تقريبا يعني كميات كبيرة من الريد بول. الاعراض دي كلها اتحسنت بعد ما وقف الايه، بعد ما وقف الريد بول الحمد لله. بالنسبه للاف دي اي، الاف دي اي بتقول ان في تقريبا 166 ريبورت لاثار جانبيه حصلت مع مشروبات الطاقه في تقريبا حوالي 8 سنين ولا حاجه. فقط كانوا تقريبا 3 منهم اللي حصل لهم ايه، اللي حصل لهم فشل كلى ومش عارفين المصدر. اما احنا مش عارفين يعني نعمل استادي قويه، نعمل دراسه كبيره، وبنكون عاوزين نعرف ايه اللي بيحصل جوه الانسجه بتاعتنا بتاع الجسم بتاعنا، بناخد نعمل تجارب على الحيوانات باعتبار ان يعني في بعض التماثل في الانسجه يعني. فهنشوف دي دراسه مثلا اتعملت في 2020 عاوزه تشوف تاثير السوفت درينك اللي هي الكوكولا والبيبسي والحاجات دي، والانرجي درينك اللي هي الريد بول والستينج والباور هورس كل الليسته الجميله، ايه التاثير بتاعهم في الفريق. ليه ايه؟ ليه ان المجموعه اللي خدت الانرجي درينك اللي خدت مشروبات الطاقه الوزن بتاعها زاد بشكل كبير، اليوريا عندها زادت اللي احنا بنستخدمها كمقياس يعني لوظيفه الكلى، الدهون عندها في الجسم زادت، طبعا مستويات السكر عندها زادت بالنسبه حتى للناس اللي خدوا السوفت درينك. طبعا اليوريك اسيد، اليوريك اسيد زاد في المجموعتين، الناس اللي خدوا كاكولا او الناس اللي خدوا مشروبات الطاقه. الناس اللي خدوا مشروبات للطاقه اما جم بقى خلاص احنا ناخد الانسجه بتاعتهم ونحللها، لقينا ان في التهاب حصل في الانسجه بتاع الكلى، ولقينا ان في تضخم شويه حصل في الطحال، ولقينا ان ده زود كمان عندهم امراض القلب والاوعيه الدمويه. ماشي، زي ما قلنا الدراسه دي اتعملت على الايه، الدراسه دي اتعملت على الفريل مش على الايه، مش على البريان. طيب برضه نفس القصه دي، دراسه برضه اتعملت على الفريل في 2018، الفريل دي ادوهم جرعات من مشروبات الطاقة وشافوا اللي هيحصل في عضلة القلب بتاعتهم، لو ان عضلة القلب دي زاد فيها الجلوكوز زاد فيها الجلايكوجين، وقالوا ان احنا والله وحصل فيها تغيرات في النسيج بتاع عضلة القلب، وكان الكونكلوجن بتاعهم ان يا جماعة بلاش لونج تيرم كونسومشن للريد بول، بلاش ان احنا نستهلك الحاجات دي لفترات طويلة. طيب هل كل الدراسات يعني على الفران كده خلاص مفيش اي دراسة اتعملت على البني ادمين يعني تقول ان الحاجات دي قد تكون مضرة؟ الحقيقة عندنا الدراسة دي اتعملت في 2019 في الجورنال اوف امريكان هارت اسوسيشن، احد المجلات المحترمة، وهي راندمايزد كنترول ترايل، ومش بس كده اتعمل فيها كروس اوفر، يعني الناس اللي هياخدوا مثلا مشروبات الطاقة هنقعدهم فترة ما ياخدوش، وبعدين الناس اللي خدهم او ما خدوش في الاول هنديهم وهكذا، بحيث ان محدش يقول لك ما يمكن المجموعه اللي خدت مشروبات الطاقه دي هي وحشه او هي اللي كان عندها المشاكل دي من الاول وهكذا. ماشي، فقال لك احنا هنشوف التاثير بتاع مشروبات الطاقه على حاجتين، على رسم القلب بتاعهم وعلى الضغط عندهم. ليه وايه؟ ليه ان الناس ديت خدت طبعا كميه كبيره من مشروبات الطاقه حوالي 900 مللي بس، دول خلوا بالكم ان دول كانوا ايه، هيلسي فولنتيرز، دول ناس اصحاء متطوعين. لو ان ايه اللي حصل فيهم، لان حصل فيهم مع الانرجي درينك طبعا الكيوتي انترفال زاد، ماشي، وده طبعا اما بيزيد بيزود احتماليه يعني اضطرابات عضله القلب او الاريزميا اللي هو ان المريض يدخل في اضطرابات في المعدل بتاع ضربات القلب، وليه كمان ان هي علت الضغط عنده. طيب اغلب الشركات بتاعه مشروبات الطاقه بتسوق المنتجات بتاعتها باعتبار ان ديت ايه، دي حاجه هتفيدك وانت عندك منتال ستريس وانت بضغط عصبي، لان مفيش حد هيروح يعني يستهلك كميه كبيره من مشروبات الطاقه وهو قاعد او هو نايم او هو مفيش عنده. اغلب الناس اللي بتستهلكها مثلا حد في امتحان عاوز يذاكر، حد مثلا مش عاوز ينام مثلا عاوز يقضي اليوم ده مثلا بساعتين ثلاثه نوم، حد مثلا في ضغط عصبي من الشغل او فبيلجا للحاجه دي عشان تحفز تشحن الطاقه بتاعته تاني. فهم طبعا بيقولوا ان هم يساعدك في فتره الايه، المنتال ستريس. طب تعالى نشوف ايه اللي حصل لو احنا ادينا مشروبات الطاقه ديت لناس عندهم منتال ستريس، عندهم ضغط عصبي. الدراسه دي برضو كانت راندمايزد كروس اوفر ستادي، اتعملت زي بنفس النسق اللي احنا قلنا عليه، مجموعه هتاخد مجموعه مش هتاخد، متقسمين بشكل عشوائي عشان ما يبقاش في تاثير يعني التدخل العامل البشري. المجموعه اللي خدت دي مش هتاخد وتاني وهنشوف التاثير عليها، والمجموعه اللي ما خدتش هتاخد وهكذا. ودولهم مش كميات كبيره ولا حاجه، يعني 350 يعني تقريبا زي كان الريد بول ولا حاجه،
والمجموعة التانية اللي مش هتاخد دلالها ايه؟ دلالها مية، وهنشوف التأثير على الضغط على الدم اللي واصل للمخ. لقوا ان الريد بول لوحده زود السيستوليك بلاد بريشر فيهم حوالي 7، زود الدايستوليك بلاد بريشر اللي هو الضغط اللي فوق حوالي 7 والضغط اللي تحت حوالي 4، وزود ضربات القلب حوالي 7، وقلل من الدم اللي واصل للمخ. واما زودنا كمان معايا الضغط العصبي، لا المعدل الحاجات دي كلها زادت، الضغط زاد اكتر، ضربات القلب زادت لغايه 20 وده رقم كبير، قل الدم اللي واصل للمخ. فده طبعا لو حد عنده استعداد من الناس دي، طبعا دول كلهم كانوا اصحاء يعني، انما لو الدراسه دي اتعملت مثلا في واحد عنده مشاكل في القلب او مشاكل طبعا في المخ او حاجات زي كده، فده طبعا انسب وقت ممكن العيان ده يحصل له فيه جلطه، الضغط بتاعه زاد، ضربات القلب زادت، دم المخ بقى قليل، فده انسب ظروف تحصل فيها الموضوع ده. طبعا لو هو استهلك كميات كبيره من الايه؟ من القصه دي، فممكن يحصل. فاذا احنا عندنا اثار جانبيه محتمله، زي ما قلنا الاثار الجانبيه ديت زي ايه؟ زي استهلاك التورين، ده التورين ده بروتين ممكن يزود لك مشاكل البروتين اللي احنا اتكلمنا عليها، البروتين الكتير، ممكن زياده الضغط معانا وزياده ضربات القلب، نقص الدم اللي وصل للمخ، زياده الكيو تي انترفال اللي هو ممكن يزود يعني يزود عندك اضطرابات عضله القلب، احيانا بعض الدراسات المنشوره عن حصل مثلا مشاكل في الكلى بسببها، وزي ما قلنا ان انت عندك الحاجات دي فيها سكر كتير، فيها ملح كتير، الحاجات دي مضره وكمان هتزود لك حصوات الكلى لو انت عندك حصوات. الماركتنج بتاع الحاجات دي، سوء الدعايه بتاع المشروبات الطاقه وسوء دعايه كبير جدا. الكليم بتاعهم اللي هم بيقولوه ان الحاجات دي هتديك دفعه كبيره من الطاقه عشان تمارس يعني كل مهامك اليوميه، بتقول لك ستيميوليت يور مايند اند انرجايز يور بودي، حفز مخك وخلي جسمك خلاص بقى يبقى مشحون بالطاقه. لو بصينا على الاعلانات يعني، انا كتبت اعلان مثلا مشروب للطاقه، جالي واحد اسمه قوي قلبك، واحد تاني اسمه خليك وحش، واحد تالت اسمها فيها باور او ازازه الاسطوره. طبعا يعني اي حد شرب الحاجات دي عارف ان هو لا كان وحش ولا حاجه، ولا قلبه اتحسن ولا حاجه، بالعكس احنا قلنا الحاجات دي اصلا مش مفيده للقلب، ومش مفيش يعني، هنعرف بقى كمان من الصادز اللي جاي هل الحاجات دي اصلا هتديك باور يعني، يعني مع كل الاثار الجانبيه اللي ممكن تحصل دي، هل هتديك بقى باور يعني وتزود القوه بتاعتك وكده؟ خلينا نشوف. دي الصادي مثلا اتعملت على لعيبه الكره اللي هي الفولي بول في كوستاريكا، ادوهم مشروبات للطاقه وشافوا اللاعبات دول هيتحسن مستواهم ولا لا، مستواهم العضلي كان ما اتحسنش ولا حاجه. طب يمكن دول عشان هم كانوا بنات مثلا، لو عملناها في الرجاله تتغير. عندنا الاستادي دي برضو ان هم شربوا مشروبات للطاقه مثلا زي الريد بول، دول الناس كانوا بيلعبوا جيم وقالوا هنشوف هل هيتغير الكفاءة بتاعت العضلات بتاعتهم، قوة التحمل والتمارين والعدات اللي هياخدوها على التمرين هل هتزيد اما يشربوا ريد بول قبل التمرين، والحقيقة ان ما كانش فيه اي تأثير يعني ما فيش افكت. فاذا ادعاء الشركات ديت كذب. طيب ازاي انا اوصل ان انا ابقى يعني اخد الطاقة بشكل بقى كويس؟ ازاي انا عاوز ابقى يعني صحتي كويسة، عاوز ابقى جسمي مشحون بالطاقة، اعمل ايه؟ للأسف ما فيش طريق قصير يعني، هو انت تحتاج تاخد وجبة الفطار وتكون وجبة الفطار دي متوازنة، هتحتاج ان انت تزود البقوليات وزي ما اتفقنا الاكل الدايت اللي احنا اتكلمنا عليه، ممكن تستخدم الحاجات زي الشاي الاخضر او حتى الشاي الاسود فيها مضادات اكسدة وكويسة بس ما تصرفش منها، تشرب مية كويس، تمارس رياضة بانتظام، تاخد فترة كافية من النوم، دايما اتمرن عشان جسمك مش عشان شكلك من بره. الحقيقه وينستون تشرشل اللي هو رئيس وزراء بريطانيا الشهير يعني، كان ليه مقوله كده بيقول سبورتس اذا ميردر، يعني الرياضه قاتله. الحقيقه يعني ما كنتش فاهم يمكن ليه الرياضه قد تكون قاتله. انا يعني برضو ده كانت معلومه جديده بالنسبه لي. انا كنت بدور مره على بروسلي، او كنت حتى مش بدور على بروسلي، كنت بدور على الهايبوناتريميا، او جالي نوتيفيكيشن بمحاضره جديده عن الهايبوناتريميا والراجل كان بيتكلم على بروسلي، فانا استغربت. انا اعرف مثلا ان بروسلي ده اشهر معلم فنون قتاليه يعني في العالم، طبعا الافلام والحاجات دي كلها مشهور جدا طبعا، كلنا عارفين. انا كنت عارف يعني ان هو مات في سن صغير، بس انا كان يخيل الي ان هو مات بسبب اغتياله مثلا على ايد المافيا، او بسبب مثلا حاجه حصلت له، لكن اكتشفت للاسف ان هو مات بسبب عادات غذائيه سيئه هو كان بيعملها. كان بياخد حاجات عشان تنشف جسمه، حاجات مدرات للبول تنشف جسمه عشان العضلات تظهر بالمنظر ده، كان بياخد احيانا بعض الحشيش، كان بياخد احيانا
واعتمد على السوائل عشان جسمه ما يزيدش في الوزن. هل بقى كان بياخد منشطات او حاجات زي كده؟ مش عارفين. طيب هل هو بس احنا عندنا لعبة اللي بيسموها كمال الاجسام، وللاسف هي مش كمال الاجسام ولا حاجة، سبق اتكلمت عنها، هي المفروض تتسمى ايذاء الاجسام. هي دي حاجة انت مش بتفيد فيها جسمك، انت دي حاجة بتاخد بيها اللقطة، انت واخد لقطة بصورة كويسة، انما جسمك ما اعتقدش، ما فيش حد بيوصل للمستوى ده من غير منشطات. وكان عندنا يعني وفيات كتيرة جدا في لاعبي كمال الأجسام دي في الفترة الأخيرة. يعني ده حد تقريبا خد مستر أولمبيا قبل كده، ده برضو لقوه تقريبا ميت فجأة. أما كتبت مثلا ديس المصل بيلدرز، كل الأشكال اللي في الصورة دي وتحتهم لسه كتير، يعني ده جزء بس من الصفحة اللي كانت معروضة، كلهم ناس ماتوا في 2021 بس. أكتر من 15 واحد ماتوا من المحترفين بتوع كمال الأجسام، اللي هم أصلا عندهم مدرب خاص بيهم. صحيح هم بياخدوا جرعات عالية من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها، أكيد بياخدوا منشطات، بياخدوا بروتينات، بياخدوا كرياتين، بياخدوا الحاجات دي كلها، لكن هم كمان عندهم أكسس لمدربين. يعني فكون إن واحد مثلا يعمل حاجة دي لوحده أو من غير مدرب مثلا، يعني متخصص، ما هو يعني حد يكون فاهم في الطب، يكون فاهم في التغذية، محتاج ان هو يوجهك على الطريق الصحيح، يقول لك انت تعمل ايه. في 2021 بس اكتر من 15 واحد ماتوا، وكلهم في سن تقريبا صغير. عندنا شون رودين ده اللي كان في صورته موجوده، مات 46 سنه بسبب القلب، وخد كان لسه واخد مستر اولمبيا قبلها بثلاث سنين. عندنا مستر بيج ده 56 سنه مات برضه فشل في عضله القلب. عندنا دابول ده 37 سنه لقوه ميت في الاوتيل. عندنا واحد اسمه ماونتن دوج 49 سنه بسبب جلطه في الشرايين التاجيه. عندنا واحده اسمها ميجان اليزابيث دي 28 سنه برضه سبب الوفاه مش معروف. فيل ده 55 سنه ده مات على الغسيل، ده وصل لفشل كلوي كمان ومات. يعني عندنا اورلاندو ده 38 سنه جاله هارت اتاك قبل المسابقه، يعني هو يعني قبل التحضير للمسابقه، وده هنلاقيه كتير، لان قبل التحضير ده بيزودوا طبعا على نفسهم التحميل، بيزودوا على نفسهم الجرعات بتاعه الحاجات اللي بياخدوه. عندنا طبعا لسه تاني قالينا دي 46 سنه كانت بتاخد التاني اللي هم بياخدوه ده قبل ما بيطلعوا على الايه على الاستيج، واغمى عليها ودوها المستشفى ماتت. صوفيا دي 27 سنه برضو كانت بتحضر العرض. صلاح حسين يعني الله يرحمه 39 سنه برضو مات من جلطه. يعني انا يعني حتى لسه فيها ناس كمان شكلهم عرب. يعني جينا لين دي 49 سنه ماتت وهي نايمه. ميليسا دي 55 سنه وماتت وكان في الغالب بسبب جلطه. اندي ده برضو نفس القصه. بيج مش عارف كنتك ده 50 سنه بسبب فشل في الكلى. روس ده 39 سنه مات وهو نايم. فالناس دول كلهم ماتوا، يعني دول كلهم من المشاهير المحترفين، ودول في امتى؟ في 2021 بس. حتى الوفاه، اسباب الوفاه بتاعت مثلا، طبعا الاحصائيات دي من امريكا، بتاعت الناس العاديين اللي بيموتوا في امريكا مثلا، ده دول بيموتوا بامراض القلب تقريبا 30%، لا البادي بيلدرز بيموتوا في 40%. دول بيموتوا مثلا الناس العاديين بمشاكل في الكلى 2% مثلا منهم بيموت مشاكل في الكلى، دول تقريبا حوالي 10% منهم بيموت مشاكل في الكلى. وخلي بالكم ان حتى السن بتاع الوفاه مش هو يعني مش نفس السن، دول بيموتوا تقريبا هتلاقي معدل الوفيات في الستينات ولا حاجه، انما احنا هنا بنتكلم عن وفاه مفاجئه كمان. ومش بس كده، انت بتقارن ناس يعني جنرال بوبيوليشن دولت، فيهم ناس عندهم سكر، فيهم ناس عندهم ضغط، فيهم ناس عندهم قلب، بناس المفروض ان هي اسيليت صحتها كويسه، ولو كانت اكتفت بالرياضه وباكل متوازن وبتغذيه مناسبه من غير بقى السعي ان هو يبقى تضخم والشكل قدام المرايه والدخول المسابقات والحاجات دي، كانت يمكن عاشت لسنوات طويله طبعا اكتر من الناس الثانيه اللي كان عندها مشاكل مثلا في القلب او الضغط او السكر او كده. فهو الشورتست واي احيانا بيبقى هو اللونج واي، واحسن طريق ان انت تشعر بالحيويه فيه تاكل اكل كويس، تعمل نشاط منتظم سواء ماشي سواء جري سواء جيم، تنام كويس. فتيك هوم مسج، الرسائل اللي احنا نخرج بيها النهارده، الانابوليك سترويد اللي هي المنشطات سيئه جدا، واحنا عارفين ان هي سيئه ومتاكدين ان هي سيئه وفي مليون دليل ان هي سيئه. طيب الكرياتين مونو هيدريت امن بصفه عامه، بس لازم تتاكد من وظيفه الكلى بتاعتك، تتاكد ان في زلال في البول ولا لا،
اعمل البوم كرياتين ريش واعمل تحليل بول على الاقل في الاول، وبعد كده مثلا كل 6 شهور او سنه لو انت بتاخد الحاجات دي، وما تزودش الكميات اللي انت بتاخدها. المالتي فيتامينز ما تعديش احتياجك اليوم اللي احنا اتكلمنا عليه وعرضناه، ما تستخدمش حقن، ما تاخدش اكتر من قرص في اليوم. الدايت المعتمد على البروتين كويس لو هينزل وزنك لفتره قصيره، لكن ما هواش لايف لونج ثيرابي، ده مش حاجه تمشي عليها مدى الحياه. ماشي، مش مفضل للناس اللي عندهم قصور في الكلى ولا الناس اللي عندهم زلال في البول. المشروبات الطاقه، بالنسبه لمشروبات الطاقه نصيحتي ابعد عن الريجولار كونسومشن بتاعها، ما تخليهاش عاده عندك منتظمه. حاول ما تتجاوزش باي فتره من الفترات ان انت مثلا مره او اتنين في الاسبوع، ده لو انت يعني مش قادر تستغني عنها. خلي بالك ان الحاجات دي فيها سكر كتير، فيها كافيين كتير، فيها تورين كتير، فيها مواد حافظه. فلو انت عندك سمنه، لو انت بيجيلك مثلا زياده ضربات القلب، عندك قلق كتير، عندك توتر كتير، عندك قلق، لو انت عندك مشاكل في الكلى، لو انت عندك زلال في البول، لو انت عندك سكر، ابعد عن الحاجات دي نهائيا. الديهايدريتنج دايريتكس، الناس اللي بتاخد بقى يعني حاجات عشان تنشف جسمها وتقلل المياه في جسمها، وتاخد مدرات البول عشان العضله كده تبقى يعني ايه باينه واضحه كده والعروق واضحه وكده، ابعد عن الحاجات دي من اسوأ الحاجات اللي ممكن تعملها في نفسك، ومن اسوأ الحاجات اللي ممكن تضر بيها الكليه بتاعتك. ودايما الكومباينيشن بيبقى بيشكل خطر اكبر، اما تخلط الحاجات دي كلها مع بعض بيبقى تاثير اكبر. لو انت خدت كميات كبيره من البروتين مع انرجي درينك اصلا فيه تورين مع فيتامينز مجهوله المصدر ومع منشطات، يبقى ده يعني طريق قصير جدا ان انت يعني سواء للفشل الكلوي او لفشل بقيه الاعضاء في جسمك. فالهدف يعني النصايح اللي احنا نخرج بيها النهارده ان المنشطات هي ضاره وقد تكون قاتله كمان. الكرياتين والبروتين امن في العموم، لكن اطمن على كليتك، ما تاخدش فيتامينات اعلى من احتياجك اليومي، ياكل حقن. الكيتو دايت كويس، التخسيس السريع، لكن ما تمشيش عليه كنمط حياه، واطمن على الكلى بتاعتك قبل ما تبداه، وعليه بصوره دوريه لو انت هتكمل عليه شويه. ما تاخدش مشروبات الطاقه خاصه لو بصوره منتظمه، ومفيش طريق مختصر لصحه جيده. وشكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.